واو، ايه البدلة الشيك الخطيرة دي يا سمسم؟ دي بقى انت اللي جابك هنا دلوقتي؟ عشان وحشتني والله العظيم. وكتاب الله، تعالي يا حبيبي تعالي. ايه؟ هروحك. انا مش هروح. بقول لك يا سامي، ما تيجي نتجوز؟ انت مجنونه ولا عبيطه ولا شكلك كده؟ في ايه؟ هو انت ليه محسسني اني قلت لك حاجه عيب؟ بعدين بصراحه كده انا حاسه انه في حاجه تربطنا ببعض، حاسه اني عايزه افضل جنبك. انتي شاربه حاجه؟ انا لو شاربه مش هقول لك الكلام ده، انا فايقه جدا. يلا نيمة، يلا روح. يلا على فكره انا مش همشي ومش هسيبك غير لما تقولي انك وافقت ان احنا نتجوز. نتجوز ايه؟ انا هسهلها لك، اقول لك حاجه، ايه رايك نتجوز بالدم؟ بالدم؟ ايه حكايه الدم دي؟ دي طريقه جديده يا سيدي، يعني اخد دم منك على نقطه دم مني، كده نبقى اتربطنا ببعض طول العمر. ونجيب بقى قطن وميكروكروم وحاجات كده وبلاستر ونحطها في ايدين بعض، مش كده؟ سامي انا ما بهزرش. تعالي تعالي تعالي. طيب أقول لك على حاجة تريحك، أنا أكتر واحدة في العيلة دي هتنفعك. دي ما أنا مش فاهمة خالص. لا فاهم، وفاهم كويس قوي يا سمسم. حبيبي أنت عايز تعلى، عايز تبقى فوق، عايز تبقى سامي بيه، سامي باشا، ولو في أعلى من كده كمان هتعمل المستحيل عشان توصل له. المشكلة حد يكره انه يبقى فوق وعالي اعلى من اي حد. حلو، وانا كمان انا عايزة ابقى زي ريمس هنا، عايزة ابقى صاحبة سرايا، طويلة عريضة فيها خدم وحشم. وعايزة ابقى فيها راجل يحبني، يتمنى لي رضا ارضى. بس عشان ده كله يحصل انا عايزه حاجه واحده. ليه؟ انا وانت، انا مش هسمع كلام ماما، وهاخد حقي، ومش هبيع ومش هخلي حد يديرهولي. واللي هيدير لي حاجتي كلها هيبقى جوزي حبيبي، اللي هيعرف كل حاجه وكل تفصيله. ولو تحب اقول لك من دلوقتي واحسب لك انا حقي كان، ما عنديش مشكله. قومي روحي. الله، ايه مش عاجبك كلامي ولا ايه؟ لا مش عاجبني. انت عارفه انا عندي كام سنه وانت عندك كام سنه؟ وماله، هو في احلى من كده؟ خليني كده انا وانت ننزل الشارع، هتلاقي نص البنات بتبص عليك من حلاوتك والنص التاني بعكسك. ديما انا رواحي، ريماس هانم زمانها قلقان عليكي. فكر كويس يا سامي في اللي قلته لك عشان مصلحتك. انا هروح، ما تقلقش، أنا عارفة سكتي كويس. باي.
الحب الوحيد. اسكت. خلينيش اضحك بصوت عالي. انا اصلا بتكلم معاك وخايفه واحده من البنات تخش عليا. سلام. انت عارف انت فكرتني بنفسي زمان لما كنت صغيره، ابقى عايزه اقرا روايه اقفل على نفسي واقعد اقراها، اول ما اسمع صوت ماما بيقرب من اوضتي اخبيها وافتح كتاب اذاكر. بجد سامي انا بحبك قوي قوي. وانا بعشقك. عارفه لو كنت بعرف اكتب شعر كان زماني دلوقتي كتبت قصيدة البوردة. سلامة، انت كنت قلت لي عندك واحد صاحبك بيشتغل محاسب بيفهم في الشغل بتاع الشركة، مش كده؟ وقلت لي انه هتجيبه عشان يفهمني كل حاجة. طيب ممكن تجيبه وتجيلي بكرة؟ ولا اقولك لا 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 بلاش تيجي معاه انت؟ معلش استحملني اليومين دول. أنا عارفة إن أنت مقدر كل حاجة. بص بقى خليه يجيلي كل يوم يقعد معايا ساعتين يفهمني كل الحاجات. لا 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 أنا مش هقول إن هو محاسب أصلاً. أنا هقول إن هو كان واحد صاحبي من أيام الجامعة وعايز يشتغل في الشركة. طب فهمه أنت بقى. طيب بص أنا هقفل معاك وأكلمك تاني. ماشي حبيبي. خير، بعتلي ليه؟ عايزة إيه؟ يا بنتي أنا أختك الكبيرة، ما تكلميني كويس. حاضر. اتفضلي يا اختي الكبيره اتكلمي. في ايه؟ هو انا مش حد منك. ما تنجزي يا سامه، مصدعه وعايزه انام. كنت عايزاكي تروحي ديما وتقولي لها تعتذر لماما. بقول لك ايه، بعديني انا عن البنت دي، لسانها طويل وانا ما بسلكش معاها. طب يعني احنا هنسيبها كده تعمل اللي في مزاجها؟ طب ما تكلميها انت. اه هكلمها وهقول لها تروح لماما وتعمل التوكيل غصب عنها. ولا هتسمع كلامك، ده انا يا دوبك بقول لها يا بنتي اعملي التوكيل راحت هبه فيا وقالت لي وانا عبيطه زيك. وبعدين بقى احنا مش حمل التوتر ده، اللي بيحصل ده غلط. ديما لازم تفهم ان احنا في ظروف صعبه، يعني لازم تسمع الكلام. بقول لك ايه يا سما، كنت عايزه اسالك كده سؤال وتجاوبي بصراحه. قولي. هي ماما ليه طلبت مننا ان احنا نعمل لها توكيل؟ يعني هيفرق معاها في ايه؟ ولا هي خايفه ان احنا نطالب بحقنا؟ بصراحه مش عارفه، مش عارفه في ايه في دماغها. بس اقول لك انا حاسه ان هي عندها حق. عندها حق ازاي يعني؟ اصلا انا قعدت افكر كتير قوي في الكلام اللي انت قلتيه وسالت نفسي، هي ماما ليه صممت ان احنا نعمل لها توكيل مع ان يعني كل حاجه تحت ايديها؟ تقصدي يعني ان هي ممكن تكون خايفه مننا؟ انا مش قادره استوعب الكلام ده. طب ما دام انت عندك الشكوك دي وافقتي تعملي التوكيل ليه؟ عشان انا ما اقدرش اقول لها لا على حاجه بتطلبها. هقول لها ايه يعني؟ هقول لها انا مخونكي؟ هقولها بتطلبي ده ليه؟ بعدين يمكن يا ايمان زي ما قلت لك قبل كده، ممكن تكون ماما عايزه تحس ان هي كل حاجه تحت ايديها زي ايام ما بابا كان عايش. يا بنتي انا ما بتكلمش على الفلوس، انا قصدي حاجه تانية خالص. وانا ما اقصدش الفلوس خالص، انا اقصد التصرفات. مش عارفه والله، انا هقوم انام احسن. تصبحي على خير. وانت من اهلك.